حرب شاملة أشعلتها ميليشية الحوثي في مختلف جبهات الحديدة، لم تمر سوى 72 ساعة على انتفاشتها حتى كانت القوات المشتركة تسحق حشودها في جبهات شرق مدينة الحديدة. وحنا ننتظر أن تلتقي هذه الهدنة الأممية لكي نتقدم نحرر مناطق الغير محررة من المدينة، الباقي الذي ما تحرر من المدينة. في جبهة حيس تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، قتل القيادي الكبسي فيها على يد أبطال العمالقة. عينت الميليشيات شرف الدين أبو النور لقي مصرعه بعد 3 أيام من تعيينه، بقي الأبطال في مواقعهم شامخين. أسقطنا القيادي المدعو أبو حسين الكبسي هو ومن معه، وقتهم لم تزل مرمية لحد اليوم، وبإذن الله منصورين والعدو مدحور بإذن الله. ونوجه رسالتنا إلى الحوثي الكهنوتي الإيراني الغاشم، نحن أبناء الوطن سوف ندافع عن وطننا حتى آخر قطرة من دمائنا. في الدريهم كانت معركة خاطفة استمرت لساعات منذ فجر أمس الخميس، حل المساء وألوية العمالقة وتهام والزرانيق تطبق الحصار على فلول ميليشيات مندحرة بعد أن حرر الأبطال الكوعي والخط العام حتى مركز المديرية. توقفت القوات المشتركة حفاظا على أرواح المواطنين، لكن إرادة الأبطال لا تزال تبحث عن معركة أخرى لتحرير المواطنين العالقين. تمينا السيطرة على المواقع في داخل الدريهم، والآن نحن صامدون في مواقعنا وثابتون. سقط غرور الميليشيات تحت أقدام مقاتلين وهبوا أنفسهم لتحرير اليمن من براثن ميليشيات الحوثي، في قلوبهم دم يسري صارت وقودا لبنادق شرعت للتحرير. سريعا تهاوت أحلام الميليشيات بتحقيق نصر ولو إعلامي، ففي الوقت الذي كانت القوات المشتركة تجهض أحلام الميليشيات، كان المبعوث الأممي كعادته يدعو للتهدئة عند أول هزيمة تلحق بالميليشيات لإنقاذها من إرادة الأحرار القابضون على زناد الحرية والتحرير. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.